خير؟ صباح النور. هلا والله. ايش عندك يا اخو؟ ابد امسح الكود وبيطلع لك المعلومات كامل. صراحه ما عاد بتعامل مع الكود، ليتك تعطيني وش اللي موجود. امسح الكود وخلاص يا اخي. يا اخي ما اعرف. احاول اخوتي الا بالله. قلت لك امسح الكود. انا شفت تروح وتيجي تروح وتيجي ثاني مره ذي. شوي واحد سن ابوك تكلم بالمعامل عيب يا اخي. في شيء؟ في شيء يا حبيبي؟ اطلب منه يقرا لي المنيو، يقول لي خذ هنا لا بد انا اقرا لك اياه. لا 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 مره المنيو. لا 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 الا خليك اشتري. قل له يلا قل له يلا قل له يلا خلني اسوي لك. لا شكرا. ما عاد يقرا الكود وقول له ربع ساعه رايح جاي رايح جاي. خلاص خلاص ريح اعصابي. خلي الرجال يجي. احنا نطلع. مو شغلتك. ما تعرف تقرا اقعد في البيت. اجي شغلتك تطلع الزباين تنفخ على واحد كبر ابوك. يا اخي قلت لك في ناس فشلت لك قدام خلق الله لك ربع ساعه يقول لك ايش تبي؟ ما تعرف ما حصل لك الخير. ما حصل لك الخير. يا اخي جاي من شيبان يا اخي انت حقك لبن حليب ولا انقع برا يا اخي. مو الطريقه ذي. الاحترام بس احترمه عشان شيء. شكرا انا ما ابغى شيء فعلا هو سد نفسي. لا 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 شكرا لا نفسي. لا 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 انت تطلع من هنا والله هذا بنساعدك. انت ايش تبغى شكرا يا اخوي. لا 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 والله انا اقرا له ما فيها شيء. واذا ما يقرا فيها شيء يجيب واحد من عياله معطل اللي وش باين ورا ما عليه. وش فيها لو يجيب واحد من عياله؟ انا هنا كني ولد امر يا عم. ايش بغيت بس قلت اي والله امر بس والله صدق. الا والله لا انت تطلب والله تطلب. لا انا عندي فلوس وعندي كل شيء يا ابن حلال. ما هي مين قصد فلوس يا ابن حلال؟ ابد قل ايش بغيت بس. جاهل وشايب خلاص اقسم بالله تخدم غصب عني. وش تبي تشرب؟ خلاص تشرب منك. ما عندي ما ابغى اقسم بالله تشرب. تعال ايش عندك عليه بس على وجهك يا اخي. احترم الزبان يا اخي. مالك خلق قدام اطلع برا. قلة الادب هذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان امي. ايش فيها؟ الله ينقلها وحم والدك هذا. ولا تهدر نفسك. ايش الكلام هذا؟ قلة الادب هذا. اسلوبك عدله. خلك رجال ما فيها شيء. الرجال اذا ما عرف يقرا ما فيها شيء. وده كان رد فعل حاسم قوي. يطلب غصب عنك بعد اذا تبيها جنان. والله وش كان وجهك؟ اعوذ بالله. والله اعذرنا اعذرنا. وش كان احساسك وانت تشوف الموقف كامل؟ الرجل اذا شاف شيء خطا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي بيعدل شيء في معنى حديث اما يغيره باليده او لسانه هو ما استطاع. يعني انت نزلت من البيت لوحدك؟ بس انا مش عايز ارجع عند بابا تاني. ليه؟ عشان هو بيضربني جامد قوي وانا عايز اروح لماما. طب حتى اقول رقم ماما نتصل بيها ما دام انت مش عايز ترجع لبابا. اكتب الرقم وانا والله انا مش هوديك عند بابا. 00 بس كده هو ده رقم مظبوط. انا واقفين معاك حضرتك. احنا لقيناه واقف في الشارع ولوحده. ممكن حضرتك تيجي تاخديه؟ لا مش ممكن. انا من الدعوه ما تعملوليش مشكله. مشاكل ايه ده ابن حضرتك؟ لا معلش ما تعمليش مشاكل في بيتي. انا واحده متجوزه دلوقتي. طب دلوقتي احنا لقيناه واقف لوحده في الشارع ولما سالناه قال ان هو مش عايز يرجع لبابوه عايز يروح لمامته. وانا مالي عشان بابا يضربني جامد. وانا مالي واقعة. ما هو مش عايز يرجع له. ماليش دعوه ما تدخلينيش في تفاصيل. انا ما يعني طب هو هيفضل واقف في الشارع. طيب انا عايزه افهم حاجه. هو هيفضل واقف في الشارع؟ طيب خلاص اوكي خلاص انت بايعاني وبابا انت بايعاني وباباكي. احنا ممكن ناخده احنا ونمشي عادي جدا. انا حافظه ليه؟ انا مش عارفه. طب تيجي معايا انت مش عايز ترجع لبابا ليه؟ هو بيعمل لك حاجه وحشه؟ هو بيضربني جامد. لا 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 خد قولهم احنا هنفضل معايا. وينك يا يبا؟ جبت لي السوق وخليتني هني من الصبح ورا كذي يا ولدي. تبيني وانا اوصلها؟ ما عندي مشكله اذا ما عندك مشكله انت. انا ادري بس هي مزعجه يا اخي. شلون مزعجه بعد؟
هذه والدتك سنداره مو بتروح البيت. معلش زين انا بوصلها البيت، ما حد عندها في البيت. شلون يعني ما حد عندها؟ هيني المشكله هي اذا جت البيت هي بتسوي مشاكل. لا لا ما تحسب عليك، انا حسبي الله الموقف يا اخي. ايش فيك؟ شلون تخلي والدتك كذي وهذا ترى هذه اللي جابتك؟ ست ساعات بتخليها برا؟ ما يجوز يا اخي. ايش فيك؟ عادي عادي، في شرطه في السوق وعادي، كل شيء عندها ماي وعندها كل شيء، هاي اللي تحتاجه بس. في عندي اشياء اهم لازم. زين زين طب انا بوصلها البيت. انا بك، انا ما بك توصلها البيت. ليش توصلها البيت؟ خلها خلها مثل ما هي كذي هالشكل، بعدين خلها تتعلم. نعم من صدقك انت تستهبل يا اخي؟ والدتك هذه انت شلون تقول هالكلام يا اخي؟ ايش دعوه؟ تعوذ من ابليس يا اخي، لا يقص عليك ابليس. تعال خذها يا اخي. لا بس صار لها ثالث يوم ولا تعلمت. لا لا مو مشكله، انا مشكله ثالث يوم هذا غبيه ما تفهم. يا اخي انت الغبي، انت اللي غبي على غير اسلوب يعني ابليسك. ايش فيك انت؟ انت اطلعك برا اطلع على وجهك الحين. اسمعوني لا ما تهدي الحريم عندنا. انت وش انت سعودي؟ انت سعودي؟ نعم سعودي. لا ما انت سعودي. ما شرف؟ لا ما تشرف، احنا لخدمتكم. ما هي خدمتنا، لا تخدمنا كذا. بنت المرة الرابعة بنت. طيب انا ايش دخلني؟ ايش دخلك؟ انا ابغى ولد. انت عارف ايش قالت الحين؟ قالت انه ممنوع اسقط وبيضرني وبيضر البيبي. لازم تسقطينه. يعني تبغاني اعرض حياتي للخطر؟ تعوذ من الشيطان، تعوذ تعوذ من الشيطان. اهدى اهدى، هذا شيء بامر الله مو بيدها. الليت من خلفة البنات. يرزقك الله، ادع الله، مو هي هي ما لها ذنب. لا مالك اهل، ما عندي اهل هنا. لا خلاص احنا احنا محكمه ولا ناخذها. بعدين البنت زي الولد، لعل وعسى البنت دي تكون احسن من ألف ولد. شيء ربي كفلك، يمكن البنات خير بك احسن من الاولاد. انا عندي بنت واتمدى الثاني والثالث والرابع. اسمعي اسمعي، اتمد يدك اقصها لك. مالك علاقه اقصها لك مد يدك على مرعي. ما في رحمه. اني رفضت ايش هو الولد احسن من البنت بايش؟ البنت اللي بطك ما فاهم. احكي معك انا فاهم ولا هاخذها معك. اليوم اللي انت بتقوله اللي انت بتطلبه ده حرام. ارفع لا تكلمها كده، لو سمحتك حتى قلنا. وقسما بالله ولا انت ولا دكتور ولا اي حد، وقف ولا اشتكيكم اليوم البنات.